نعم أستاذ الكريم، حقيقة وأشرنا سابقا بخصوص حتى تصريحات الناظوري منذ أيام قليلة عندما توعد وهدد بعض القيادات التي بدأت تنشق عنهم وتتملص من عملية الكرامة، نظرا أن أصبحت عملية الكرامة أو قيادات الكرامة سيطولها القضاء سواء كان المحلي أو الدولي على الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في مدينة بنغازي ودرنا. لذلك طبعا البرغثي يحاول أن يوضح الصورة، ومثلما أشرت أنا أنه كان من ضمن قيادات الكرامة، وحقيقة يعني هو يعلم حقيقة هذا الواقع وهذا الأمر، أن من يقاتل في صفوف عملية الكرامة ليس جيش نظامي، لأنه حقيقة لا يوجد في الضمير ولا حتى في الشرف العسكري، وهذا ما نقوله، ما يسمح لعسكري نظامي أن يدمر مدينة أو على ساكنيها أو أن يرتكب جرائم ضد الإنسانية في ظل مدنيين عزل. فطبعا إظهار هذه الحقائق في هذا الوقت حقيقة طبعا يعتبر إضافة للضربات التي تلقتها عملية الكرامة وقيادة الكرامة، مما طبعا سيدعم عملية انهيارها السريع. ولكن دائما نؤكد أن عملية الكرامة بدأت تنهار منذ أن انشقت عنها بعض القيادات العسكرية وبدأت تخرج في تصريحات كالحجازي وأيضا الوكواك وبولغيب وغيره أنهم يرتكبون جرائم في قتل واغتيالات والسجن خارج إطار الدولة، وأيضا إقامة السجون والمعتقلات السرية وتعذيب وإلقاء الجثث في مكبات القمامة، وهذا ليس بمخفي عن أحد حقيقة. ولكن لا نكتفي بمجرد الإدانات فقط، نريد مواقف سواء كان من مستوى المهدي أو غيره.